classic. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا ومرحبا بكم في اخر محاضرة يا شباب من الهيلث ايدوكيشن، اللي هي الايثيكال اند الليجال ايشوز يا شباب اللي متعلقة بالهيلث ايدوكيشن. تعالوا نعرف المحاضرة دي تتكلم عن ايه. محاضرة يعني كسلايدات قليلة بس فيها رغي كتير قوي قوي قوي، هنحاول نبسطها وان شاء الله تبقى لطيفة وتبقى كويسة لحد ما بإذن الله. لسه ما حطش اللايك، قبل ما تنسوا انزلوا حط اللايك. الناس اللي بتقول احنا بندخل في الفيديو والفيديو بيعجبنا وبننسى نحط اللايك، لا انزلوا حط اللايك من الاول اهو، واكتبوا لي كومنتات جميلة زيكم كده، وان شاء الله بإذن الله تحلوا كويس بكرة في الامتحان، والتوفيق ليكم يا رب. اول حاجة يا شباب الانترودكشن، قال لي يا شباب الاسكس اوف الكير اللي هو الاخلاقيات بتاع الرعايه انكلود الايه، لازم يا شباب انا وانا بعمل كير للبيشنت يكون عندي كومبيجن اللي هو تعاطف متعاطفه معاه، ايكواليتي اللي هو اعمل له انصاف، فيرنس اللي هو زي نظام عدل كده، ديجنايتي اللي هو كرامه، كونفيدنس اللي هو ثقه، كل الحاجات دي حاجات مطلوبه وانا بتعامل مع مين؟ وانا بتعامل مع البيشنت او وانا بعمل اسكس اللي الكير. فمن ضمن الحاجات دي نعرفها كل حاجات سهله اللي هو ايه بقى عندي، عارفين لو انتوا حافظين الكلمات دي انجليش وانتوا في الثانويه كانت الدنيا بتبقى بسيطه معاكم قوي قوي. طب فانا كده عندي ايه؟ قلنا طبعا يبقى في كومبيشن، يبقى في كواليتي، في فيرنس، في ديجنايتي، في كونفيدنس، اند مايند فولنس اللي هو يبقى العقل بتاعي يبقى كبير يا شباب ومتفاهم المواقف كويس، مش اي حاجه تزعلني وتضايقني لا، يبقى عقلي متفتح وكبير. اوف بيرسونز اوتونوميتي، اوتونومي اللي هو الاستقلاليه، وزن زريلم اللي هو يا شباب اعرف ان كل شخص بيكون ليه الاوتونومي بتاعه والاستقلاليه بتاعته خلال الريم اللي هو الريم اللي هو ايه المجال. انتوا حتى عندكم المحاضره مترجمه الى حد ما، يعني بيقول لي اوف ذا بيرسونز ابيليتيز اللي هو القدره بتاع الشخص عند المينتال ايه كاباسيتي اللي هو يبقى عندي يقظه من ايه استقلاليه الشخص، او ان هو يبقى انا عارفه ان الشخص ده حر في ان هو يبقى عنده اوتونومي او عنده استقلال. تمام. بعد كده الايثيكال كونسبتس اور برنسبلز بيكون ليه مبادئ ذات ايه فاسيليتيت ديسيشن ميكنج، ان انا اعمل قرار يا شباب صح، اند جايد اور ايه اور بروفيشنال بيهيفير انا اتحكم في التصرف بتاعي يا شباب. ايثيكال ديسيشن ميكنج از جيفن از درايفن باي مورال ريزونينج اور ديترمينيشن اوف وات از رايت ايه اند رونج، يعني يا شباب ان انا اتخذ القرار ايه اخد القرار الاخلاقي او بيكون ايثيكال ده يكون ليه منطق. تمام. عشان اقدر اعرف ايه هو الرايت وايه هو الرونج، ايه هو الصح وايه هو الغلط. تمام. ده الايثيكال اخلاقيات وده الليجال كقانون. تمام. ليجال يعني قانوني، الليجال يعني غير قانوني او غير شرعي. تمام. طيب ايه هو يا شباب الايثكس اصلا نفسها؟ تعريف الايثكس مهم، تعريف المورال مهم، تعريف الرولز مهم، نعرف نفرق بين كل واحده فيهم. اول حاجه يا شباب الايثكس بيقول دي بتكون ار ذا جاستيفيكيشن اوف وات از رايت اور جود and the study of what is the person life and relations should be، يعني عايز يقول يا شباب ان انا عندي بيكون عندي justification لو عندي رضا ابقى عارفه ايه هو الرايت او الحاجات الكويسه من دراسه مين اللايف او العلاقات بتاعت مين بتاعت الشخص البيرسون لايف. تمام. ازاي تكون نوت نيسيسري وات زي ار، ليس بالضروره مش لازم تكون زي ما هي موجوده. تمام. ده الايثكس. تمام. المورال اور برنسبل بتكون مبادئ ماشي او رولز قواعد اور رايت كوندكت ايه اتس برايفيت اور بيرسونال، يعني عايز يقول لي يا شباب ان دي بتكون قواعد بعملها او كوندكت اللي هو بنفذها اتس برايفيت اور بيرسونال بتكون مثلا شخصيه او خاصه بيا، يعني كوميتمنت اللي هو الالتزام تو برنسبلز المسائل المبادئ دي اند فاليوز والقيم ار يوجوالي ديفندد ان ديلي لايف. بعد كده يا شباب الرولز او القواعد دي يا شباب بتكون جايد لاينز بتكون مبادئ او ارشادات فور ذا ريليشن شيب العلاقه بين مين ومين، بين الكلاينت اللي هو العميل او البيشنت ده اند الهيلث كير بروفايدر والشخص اللي بيديله الايه الرعايه وكده. تمام. يبقى يعتبر بين الكلاينت او العميل او البيشنت وبين النيرس. تمام. زي ار فاونديشنز بتاسس او بتكون وفيزيكال رولز
فاليسيتي بتعتمد على الصدق يا شباب، يكون عندي فاليسيتي، يكون عندي فيديلتي اللي هو الاخلاص، يكون عندي كون فيدنتلي اللي هو الثقه، ذا برنسبلز وفي ذا سكير اسكس ماست بي ابهيلد، او التمسك في كل الايه المواقف. كل الحاجات دي بسيطه خالص، انا بس عايزه اعلم كل واحده فيهم بحته، ولما يجي لي طبعا امتحانكم ايه ام سي كيو، فعاد ما القطوا عشان ما تقعدوش تحفظوا كتير وتغلبوا نفسكم، عاد ما القطوا الحته دي تخصها ايه، فكده بتبصوا تعرفوا تحلوا في الامتحان. فالاسكس انا هعلمها بان هو كون جاستيفيكيشن، المورال هعلمها بان كون برنسبلز اند رولز ماشي اوف رايت ايه كوندكت، الرولز بتكون ايه رولز ار ايه جايد لاينز ايه فور ريليشن شيب بين مين، بين كلاينت والايه الكير بروفايدرز، مش عايزه اكتر من كده. بعد كده ببقى عارفه ان هي بتكون بقى فيها ثقه وفيها ايه اخلاص وفي وصدق والحاجات دي كلها. بعد كده يا شباب الايه ده الميزان طبعا او الاسكس يا شباب، ان هي بتكون ايه ان انا لازم يكون عندي طبعا ميزان الاخلاق، ميزان الاخلاق في الرايت يطب والرونج يبقى طبعا ايه خفيف وكده. بعد كده الانواع بتاعه الاسكس، عندنا حاجه اسمها نور، عندنا حاجة اول حاجه طبعا اسمها ديسكريبتيف ونورميتيف وانا لايتيكال. انا ايه انا لايتيكال، الثلاثه مهمين جدا والثلاثه هيجي لكم منهم واحده بكره، مهمين جدا جدا يا شباب. طيب ال الايه الديسكريبتيف الوصفيه بتكون ايه، عايزه اخليها في مستوى كويس. الديسكريبتيف يا شباب بتكون الديسكريبشن او تصور او وصف لمين، للفاليوس اند البليفز الاعتقادات والايه والقواعد، وفي الفاريوس ايه كالتشرال الحاجات الثقافيه، يبقى دي الديسكريبتيف. يبقى الديسكريبتيف هي ديسكريبشن وصف ولمين، للقواعد والاخلاقيات الايه في الفاريوس كالتشرال الحاجات اللي بتكون عديده، والريليجيوس اور السوشيال ايه جروبس اللي هي الحاجات اللي بتكون عامه اباوت الهيلث اند الايه الالنس، تمام، عن الصحه والمرض. ده مين ده الديسكريبشن، نعلمه بايه، نقول الثلاثه ونرجع اقول لكم كل واحد تعلمها بايه. طيب النورميتيف، النورميتيف يا شباب دي بتكون ستادي اوف الهيومن ايه اكتيفيتيز، دراسه ايه الانشطه بتاع الايه الهيومن ده والجسم البشري ان برود سنس ايه ان ان اتمبت تو ايدنتيفاي عشان اقدر اعمل تعريف للهيومن اكشنز للكائن البشري انا، او اشوف الاكشن بتاعه ذات اور رايت اور رونج، بيكون مثلا صح ولا غلط، انت بتعمل الحاجه دي صح ولا غلط ماشي، اند اند الباد كواليتيز اللي هي الحاجات اللي بتكون سيئه ان نيرسينج، في النيرسينج النورميتيف اسكس ادريسز سكوب اوف البراكتس اوف ديفرنت كاتيجوريز اوف النيرسز اند ليفل اوف الكومبيتنس اكسبكتد، يعني يا شباب ان انا اشوف الايه الاسكس او الاخلاقيات عنده طبعا كلها برضو حاجات هاري اللي انا عايز اعرفه او ان احنا نثبته هنا ان انا بدرس الهيومن اكتيفيتيز او الانشطه بتاعه الايه الجسم البشري عشان اقدر احدد الاكشن بتاعه هل هو بيكون جود او باد كواليتيز، تمام، رونج ولا رايت والحاجات دي. بعد كده الانالايتيكال، الانالايتيكال يا شباب ده بعمل انالايز او بحدد المينينج اوف المورال تيرمز، الحاجات بتاعه الايه الاخلاق او الترم او المصطلحات بتاعه الاخلاق، اتسيكس ازاي زونز بتسعى يا شباب ان هي بت ايه تسعى ان هي why this action or attitudes or is your wrong or right، يعني بقدر اشوف الاكشن ده او الاسلوب بتاع الاتيتيود ده اللي هو الاسلوب هل هو بيكون رونج اور رايت. انتوا تحسوا ان الكلام اصلا مش ماشي مع بعضه، يعني انا بدرس ايه دلوقتي، طب انا فهمت ايه، وبص هو كلام انشا كله، قال انا احنا في الاخر عايزين نروح الامتحان نحل، سيبكم بقى من حته اللي انا بقى فاهم المعلومه ولا حافظها مش فارقه معايا، المهم ان انا ادخل الامتحان احل واقفل الماده، ده اللي يخصني. بتلاقوا يا شباب ساعات شخص بيكون بصوا فاهم الدنيا قوي 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 ويدخل الامتحان يجيب نص الدرجه، وشخص تاني هو مثبت المعلومات بالعافيه ولازقهم كده عارفين اللي هو لازقهم بس ومثبتهم بدماغه بالعافيه فعلا، ولو تلاقوه راح الامتحان جاب الدرجه النهائيه او قفل، طب ليه؟ ما عشان هو ثبت الحاجات اللي هو الامتحان عايزها، امتحان انت بتدخل امتحان عشان عايز تجيب درجه مالكش دعوه بقى فاهم مش فاهم، فتعالوا نظبط الحاجات اللي انتوا هتمتحنوا عليها بكره والباقي طنشوه خالص ما تكرهوش اصلا. انا يا شباب اول حاجه الديسكريبتيف دي اعرف فيها ان بتكون ديسكريبشن للفاليوز والبليفز بالتصور للايه؟ الاعتقادات والقيم ماشي بتاعت فاليوز كالتشرال اللي هو بقى الحاجات الثقافيه والاديان، الريليجيوس ده اللي هو ديني، والسوشيال جروبس اللي هي الحاجات اللي بتكون الجروبات اللي بتكون عامه عن ايه الهيلث والايه اللي هو الصحه ولا المرض. طيب النورميتيف، النورماتيف يا شباب دي بتكون علامة ان هي بتكون ستادي مين وفي اليوم الاكتيفيتيز ان ابروتنس
بس ان انا استضي للايه للهيومن اكتيفيتيز. الانالايت الانالايتيكال بعرف ان هي تحليل اوف المينينج اوف اوف الايه المورال تيرمز، تحليل مين لمعنى المورال تيرمز، الترمز المصطلحات بتاعه الاخلاق. مش عايزه اكتر من كده من كل واحده في الثلاثه دول. علموا عليهم عندكم في الكتاب وذاكروهم زي ما انا علمت عليهم، وهتشوفوا النتيجه بكره في الامتحان، ودي مش اول مره اشرح لكم يعني. طيب الهيلث اديوكيتور يا شباب، انا دي ريسبونسبيلتي بتكون او هيلث اديوكيتور ريسبونسبيلتي، اللي دي بتكون ريسبونسبيلتي المسؤوليه بتاعت اتش هيلث اديوكيتور. كل واحد بيعمل بيعمل تثقيف صحي او هيلث اديوكيشن او بيعلم الناس حاجه بيكون از تو اسباير ان انا اعمل الهام تو هايست بوسيبل اي ستاندرز، المعايير بتكون عاليه اوف الكوندكت اند او بعمل كوندكت او بجري تو ايه انكرج عشان اشجع الايثيكال بيهيفير، الفكر بتاعي او الاسلوب بتاعي يكون ايثيكال اخلاقي اوف اول ذوز ايه ويز الوم او ويز هوم زي ورك عن اللي هم بيعملوه تمام. فانا اللي انا برضو هطلع منه هنا المسؤوليه بتاعه الهيلث اديوكيتور ايه يا شباب، ان هو بيكون اسباير تو هايست ايه بوسيبل ايه بوسيبل ستاندردز، المعايير عشان يعمل تشجيع لمين، عشان يعمل تشجيع للايثيكال بيهيفير. بس مش عايزه اكتر من كده. الريسبونسبيلتي يا شباب تو ذا بابليك، مسؤوليه المسؤوليه بتاعت العامه او الناس اللي بره. اللي عندنا كام حاجه، 1 2 3 4 5 تمام، 5 حاجات. الهيلث اديوكيتورز ريسبونسبيلتيز بتكون طبعا هو بيعمل اديوكيت، بيعلم ويعمل ترقيه ومنتين، بيحافظ وبيشجع وبيعمل تحفيز للهيلث انديفيدوالز الافراد ايه للصحه والايه والاسر والجروبات والكوميونتيز المجتمعات تمام. طيب الهيلث اديوكيتورز ماست كونسيدر، لازم يا شباب يعبروا اول ايه ايشوز عن كل الايه المبادئ وفي الانديفيدوال الفرد ايه والاوتونومي، اللي هو اعرف ان هو عنده استقلاليه والهيومن رايتس، اعرف ان كل انسان فينا بيكون ليه حقوق اند الايكواليتي، اللي هو في عندي ايكواليتي او مساواه بين الناس. بس مش عايزه اكتر من كده. كمان يا شباب ان الهيلث اديوكيتور ده او الشخص اللي بيعمل هيلث اديوكيشن ده لازم يعمل ايه تاني او يكون في عارف ايه تاني. قال يا شباب لازم يكون سبورت زرايت ايه وفي الانديفيدوال تو ميك انفورمد ديسيجن، يدعم الشخص او الفرد ده عشان يعمل انفورمد ديسيجن اللي هو قرارات ايه رسميه او بعد كده الهيلث اديوكيتورز ايه اكتيفلي انفولف الانديفيدوالز. الهيلث اديوكيتور ده يا شباب نشاطه بيشمل الافراد، بيشمل المجموعات والكوميونيتيز اللي هو الايه المجتمعات الصغيره و اند البيرسونال البيرسونال ريسبونسبيلتيز اوف ذوز هو مي بي ايه افكتد. يعني يا شباب بيقول ان انا عندي هنا ان هو لازم يكون النشاط بتاعه بيشمل اي بقى الجروبات، الافراد اللي بره، المجتمعات الصغيره، كل الحاجات دي ده اللي انا عايز اعرفه برضو. بعد كده يا شباب الهيلث اديوكيتور ريسبكت اند النولج ذا رايتس، بيحترم ايه او بيعرف الحقوق بتاعه الاخرين تو هولد ايه دايفرس فاليوز والاتيتيود اند اوبينيونز، عشان يقدر يحترم ايه الفكر بتاعهم ويقدر يحترم الاراء ماشي كل الحاجات دي. بس برضو حاجات عادية خالص يعني كلها معروفة، نعلم بس على كل واحدة فيهم. لو هناخد الخلاصة بتاعت السلايد ده والحتة دي، نعرف ان الهيلث اديوكيتور لازم يكون عارف كام حاجة كده. ايه اول حاجة فيهم؟ ان هو يعرف اديوكيت او بروموت لمين، لل بيعمل اديوكيت وبروموت اند منتين او امبروف لمين، للايه للهيلث ايه بتاع الافراد والفاميليز والايه الاسر والحاجات دي كلها تمام. تاني حاجه اعرف يا شباب ان هو يعتبر او ماست لازم يعتبر كل الايه الايشوز او القضايا بتاعه الفرد ويخلي يعرف ان في استقلال للفرد. تالت حاجه يعرف ان هو يعمل سبورت للرايت انديفيدوال او الافراد عشان يعمل ايه يخلوهم ياخدوا انفيرمد او يعملوا ميك ايه ديسيجن. رابع حاجه ان هو يا شباب بيشمل الايه اعرف انه بيشمل مجموعات والمجتمعات الصغيره والافراد وكده. طيب بعد كده رقم 5 واخر حاجه، اعرف ان هو لازم يحترم الاراء والايه والافكار والحاجات دي تمام. بعد كده يا شباب ندخل على السلايد اللي بعد كده، ريسبونسبيلتي ان ذا ديليفري اوف الهيلث اديوكيشن، مسؤوليته في التثقيف الصحي يا شباب. قال لي يا شباب اول حاجه الهيلث اديوكيتور ديليفر الهيلث اديوكيشن ويز الايه انتجريتي زي ريسبكت ذا رايتس، لازم يحترم يا شباب الايه الحقوق والدجنايتي الكرامه والايه والكونفيدنتلي، كل الكلام بيتعاد بس بصور مختلفه والله وبايه وبكلمات مختلفه مش اكتر تمام. طيب الهيلث اديوكيشن يا شباب او نسيبه بقى الحته دي احنا بس نعلمها انها كده، لازم يحترم او يعرف او يعمل ديليفري يعني بيسلم او بيقدر يعمل بيسلم الهيلث اديوكيشن او التثقيف الصحي ده ويز انتجريتي، اللي هو يعني يكون ايه مش نزاهه اللي هو ايه
مش عايزه اقولها لكم انا زيها، بس اللي هو يكون طلع احسن احسن حاجه عنده، احترم كل حاجه فعلا، عمل الهيلث اديوكيشن ده بطريقه كويسه بس مش اكتر. الهيلث اديوكيتور كمان يا شباب بيكون سنسيتيف، حساس للسوشيال، الناس اللي هي بره اند كالتشرال ديفرستي، لازم يا شباب يكون كمان عارف ويفهم ان بيبقى في اختلاف في الثقافه بين الناس والاخرين. يعني الفرد ده الفكره على قده شويه، لا الفرد ده فاهم كويس مش عارفه ايه، فلازم بقى اثناء ما هو بيدي الهيلث اديوكيشن يكون واخد باله من الحاجات دي كلها. تمام. طيب الهيلث اديوكيتور كمان يا شباب ريمين انفورمد اوف ذا لاتست ادفانسز، اللي هو على علم بايه باخر من التطورات اللي بتحصل في الهيلث اديوكيشن، سيرو النظريات والابحاث اللي بتطلع جديد، لازم برضو يكون عارف الحاجات دي. كمان يا شباب اخر حاجه الهيلث اديوكيتور اكتيفيتي، نشاطه يكون كولابريت، متعاون اند كوميونيكيت، وتتواصل مع البروفيشنالز اوف الفاريوس اديوكيشنال اي باك جراوندز اند النولج اند ريسبكت ذا سكيلز اند كونتريبيوشنز اوف ساتش جروبس. يعني يا شباب لازم يكون عنده، يكون في تعاون بينه وبين الاخرين والناس اللي بتكون بروفيشنال في الحاجه دي، ويكون فاهم ويقدر يتواصل معاهم، ويكون عنده معرفه واحترام للمهارات، وكمان بيساهم او بيعمل كونتريبيوشنز ايه اوف ساتش جروبات لبعض الايه الجروبات. تمام. المورال برنسبلس يا شباب الحاجات الاخلاقيه قال عندنا مورال برنسبلس ار ان انكوربوريتد او انكوربوريتد انتو بروفيشنال كودز اوف الاسكس. يعني يا شباب عندي مبادئ اخلاقيه زي يا شباب حاجه اسمها ادفوكيسي. ادفوكيسي اقول لكم معناها اللي هو ايه، زي حاجه زي الولاء والدفاع اللي هو ادفوكاسي. تمام. تاني حاجه مفيش تاني حاجه في تاني حاجه الاوتونومي اللي هو الاستقلال بتاع الشخص نفسه. البيني فينس اللي هو الاحسان، او ان انا اكون ما اكونش مثلا هارمفول او موزي لحد يا شباب، هو ده الايه البين فينس. بعد كده كونفيدنتلي الثقه، هنعرف برضو يعني ايه. والفيدياليتي اللي هو الاخلاق الاخلاص، ورقم ستة اللي هي الايه الفيدي كيري ريسبونسابيلتي اللي هو المسؤوليه والايه والانتمائيه. طبعا السبعه الكام دول هما كام عددهم؟ كام عددهم؟ 10. مهمين جدا جدا، وهيجي لكم تعريف منهم كتير او بكره. جاست في اللي هو العداله، والكواليتي اند ايه سنس سايتي اوف اللايف اللي هو الجوده بتاع الحياه نفسها، وريسبكت اسمها ايه ريسيبروسيتي مش عارفه مش عايز تجي ليه، ريسيبروسيتي اللي هو ايه المعامله بالمثل، هنعرف برضو يعني ايه. والفيروسيتي اللي هو الصدق. وبعد كده هنكون هناخد ايه اخر سلايد اللي هو البيشنت سبير رايت اللي هي حقوق المريض يا شباب بتكون ايه، وهنعرف ايه هي. بس اللي عايز اقوله الحته دي مهمه قوي قوي قوي، اللي هو الاخلاقيات او المورال برنسبلز هيجي لكم منها كتير قوي بكره. فلازم نعرف كل واحده فيهم بتتكلم عن ايه، ونفرق بينهم، ونعلم كل واحده فيهم بحاجه زي ما انا قلت، وندخل نحلها في الامتحان. عشان لو قعدتوا تفهموا الاخلاقيات هو رغي ودش على الفاضي، ملوش اي لازمه ولا ليه اي علم في التمريض اصلا. يعني لو يعني انت دلوقتي كنيرس ممرض هتعمل ايه، او محتاج ايه؟ مش محتاج الحاجات دي في شغلك اصلا خالص. تمام. طيب بعد كده يا شباب عندنا الادفوكاسي. الادفوكاسي هيقول لي ايه بقى؟ بتشير لللويالتي الاخلاص والايه والنيدز او التشامبيونينج اللي هو الدفاع، ان انا اقدر اعمل دفاع يا شباب عن احتياجات الاخرين. مش عايزه اكتر من كده في ادفوكاسي، اللي هو بيقول لي النيرس تو ادوكيت البيشنتس، النيرس بتعلم الايه المرضى اند زير فاميليز والاسر بتاعتهم، سو ذات زي نو تعرف ايه تعرفهم حقوقهم، ار فالي انفورمد يبقى عارفين ان هم ليهم حقوق كذا عشان يقدروا يطلبوا بيها وياخدوها. طيب ده مين ده في الادفوكاسي؟ ان هي بتدافع عنهم وبتقف جنبهم يعني. طيب انفورمد ايه كونسنت يا شباب؟ اليمنتس العناصر ذات انكلودز ان ديسكشن او ديسكشن قال ذا سبيسيفيك كونديشن ايه ريكويرنج تريتمنت، حاله محدده مثلا بتتطلب علاج، ذا بربوز الغرض اند الديستنكت نيتشر اللي هو الطبيعه، وفي البروسيجر اور تريتمنت طبيعه البروسيجر نفسه اللي انا بعمله او العلاج. كمان البوتنشال كومبليكيشن الحاجات، انا قلت لكم الفرق بين البوتنشال والاكتوال، قلت لكم ان الاكتوال حاجه اوريدي عندي، البوتنشال حاجه معرض تحصل لي. تمام. طيب اور ريسكس اللي هو الحاجات اللي هي بتكون ايه ريسك اسوشيتد ايه ويز ذا بروسيجر، بتكون ايه متعلقة بالبروسيجر اللي انا بديه او العلاج. كمان ريزونابل اللي هو ايه مسؤولة او عن الارترنيتيفز اللي هو الحاجات اللي بتحصل متغيرة ويز ايه ويز ذا ديسكشن اوف ذا ريليتيف النسبية وريسكس اند بنفيتس اللي هو الحاجات اللي ممكن معرضة تحصل والفوائد. كمان ديسكشن اوف ذا اوبشن اوف تيكينج ايه اون نو اكشن، الحاجات دي كلها مش هيجي منها حاجة. ذا بروبابيلتي اللي هو الايه اوف السكسس اوف ذا ريكومندد تريتمنت اور البروسيجر. انا هعمل لكم امتحان
حوالي مثلا 20 سؤال، هيبقى ان شاء الله ام سي كيو وترو اور فولس واكمل زي اللي هيجي لكم بكره، تمام؟ وده هيبقى توقعي، وهتشوفوا بقى بكره النتيجه باذن الله. لكن الدش ده كله دش على الفاضي ملوش اي لازمه. خلاص انا كده عرفت بس ان الادفوكاسي هنعلمها بايه، لويالتي، او ان هي بتشير لللويالتي والاخلاص، او ان انا دافع عن الاخرين واعرف الايه البيشنت عندي الحق، او ايه اللي هو الحق ايه، اعرفه الحقوق بتاعته، تمام؟ طيب الاوتونومي يا شباب اللي هو ده بيكون الاستقلاليه، ده بيكون مفهوم اوف ايتش اذر او ايتش بيرسون هاز رايت، ان هو بيكون له حق تو ميك اندبندنت، ان هو يكون ايه ليه اندبندنت او ليه الاستقلاليه بتاعته في اختياراته بقى في قراراته كل الحاجات دي، تمام؟ بعد كده يا شباب الرين البني فينس او الاحسان او النون مالي فاينس، بيكون طبعا ده مفهوم اوف دو جود، ان انا اعمل ايه بنفانس اند دو نو هارم، ان انا اكون اعمل حاجات كويسه للناس فكده بعمل احسان، ونو هارم ما بعملش حاجات وحشه، او اللي اسمها نو مالي فينس. نو مالي فينس فرقوا بين البني فينس والنو مالي فينس، تاني فرقوا بين البني فينس واللي الهارم اللي هي النو مالي فينس، تمام؟ مالي فينس اللي هو نو مالي فينس ان انا بكون مؤذيه لحد، والبين فينس ان انا اكون كويسه لحد، تمام؟ انتجرال تو هيلث كير نيرسز انتند بتنو او تنوي تو دو جود فور زير بيشنت. يعني يا شباب ان النيرس او الهيلث ادوكيتور ده لازم يا شباب يكون عنده النيه ان هو ايه ان انا اكون كويس مع البيشنت، مش ايه مش ضرر لي. الكونفيدنتلي اللي هو لازم اعمل انفيز او تاكيد للريسبكت فور الهيومن ديجنيتي، اعرف إيه احترام اللي إيه الكرامه بتاع الشخص او البشر اللي قدامي. از دي ايه از ديمونستريتد، لازم اديها له ان دي الورك، كل ما انا بعمل له عمل يا شباب كل يوميا انا كنرس او كهيلث ادوكيتور لازم اكون حاطه ده في اعتباري واكون مأكدة من الاحترام بتاع الدجنايتي والكرامه بتاعته. بعد كده زيس انكلود بيشمل احترام البرايفسي، مثلا ان انا احترم الخصوصيه بتاعته يا شباب، ما اقولش مثلا ما هو مش عارف ولا هو مش جارف. لا لازم احترم الحاجات دي كلها، هي دي الايه الكونفيدنتلي او الثقه بيني وبين البيشنت بتاعي، ان انا بحترم خصوصيته وبعمل كل حاجه هو ايه المفروض ان انا اعملها له يعني. طيب الفيدياليتي يا شباب او الاخلاص، ان انا يا شباب بتشير لكيبنج بروميسز، بعمل الوعد بتاعي، او ان انا مثلا انا دلوقتي مطلوب مني حاجه معينه كنرس، واجبي كنرس بعمل كذا، فان انا لو عملت الحاجه دي فهو ده ان انا بعمل الوعد او بعمل الايه كيبنج الايه البروميسز اور بينج ترو تو انذر، ان انا اكون ايه واضحه او حقيقيه مع الشخص، تمام؟ بينج فيدفول اكون مؤمنه او مخلصه، تو كوميونيكيت تو كوميتمنتس اند ريسبونسبيلتيز، ان انا اكون مسؤوله وبعمل الحاجات اللي عليا بالزام وملزمه. كمان في ديالتي از بريكت اللي هو يعني الاخلاص بيكون براكتيكولاري، تمام؟ امبورتانت ان ذا كير في رعايه البيشنتس بيكوز ذا مونت بسبب ايه كميه التروست او الايه الثقه زي بوت انتو ذا هيلث كير سيستم، تمام؟ يعني يا شباب ان انا اكون كمية اشعارات رهيبة ورسايل بيجيلي حوالي 1000 رسالة في الدقيقة، مش فاهمة فيها بجد. فقلنا يا شباب ان الايه الفيدياليتي دي او الاخلاص بيكون حاجة او مهمة عملية او محددة مهمة في رعاية البيشنتس، وانا بقدم الايه الكير للبيشنتس. بعد كده يا شباب الايه الفيديو سيري او ريسبونسابيلتي اللي هو بيكون ان ذيس ايج في العمر ده وفي الادمنستريشن هيلث كير، وانا بدي الهيلث كير او الرعاية او مصدر الرعاية ريسورس اتس امبورتانت، مهم ان انا لكل النيرسز انها تعرف او هاف ان اندرستاندينج اوف ذا كوستس اند بنفيتس اوف ذا كير ذات از جيفن، لازم تبقى عارفه يا شباب تمن الرعايه اللي هي بتديها له والبنفيتس والفوائد منها، تمام؟ فدي مهم قوي اللي هو ايه المسؤوليه دي، مسؤوليتها في انها ايه ده والفيديالتي دي او الفيديو الفيديوسيري ريسبونسابيلتي، مهمه ان انا اعرف كل واحده زي ما انا قلت لكم الحاجه اللي بعلمها بيها ايه، تمام؟ طيب جاست فيس او جاستيس يا شباب العداله بتكون بتشير لفيرنس اللي هو الخوف اوف ان اكت اوف ايه اور سيتويشن، بتشير لان انا بكون عندي مثلا خوف ان انا اعمل حاجه معين او موقف معين. هيلث كير از ريبيت ريبليت ويز الايشوز اور ايه اوف جاستيس، ان انا اكون عادله او الحاجه اللي انا بقدمها دي اكون انا فعلا خايفه منها ان انا ما اعملش حاجه غلط، تمام؟ هو ده الجاستيس.
طيب الكواليتي او السان سان السان سان كتايتي لايف اوف اللايف انهينسد باي البريفنشن، بكون يا شباب معزز المنع او بعمل مانجمنت او ادراك او للكرونيك ديسيز الامراض. في احنا قلنا عندنا اكيوت ديسيز او كرونيك ديسيز، مش عارفه اشرحها لكم ولا اشرحها لمين. المهم يا شباب ان الاكيوت ديسيز دي الامراض اللي هي اوريدي موجوده عندي حاليا او اللي هي ايه اكيوت لسه حصلالي يعني. اما الكرونيك يا شباب وانا طبعا الاكيوت لسه حصلالي وانا بعالج فيها، اما الكرونيك يا شباب دي امراض مزمنه انا عايشه بيها زي السكر والضغط والحاجات دي كلها. تمام ثرو ايه بريفنتيف كيف كير اللي هو بقى بيقول ان انا دلوقتي هنا في الايه في الكواليتي دي يا شباب بيكون عندي قدره او ان انا امنع او اتحكم او ادير الكرونيك ديزيز الامراض اللي بتكون مزمنه والانسان عايش بيها دي ثرو من خلال ايه البريفنتيف كير اللي هي الرعايه اللي بتكون بتمنع الايه والمرض ده وتعمل سبورت إيه فور الهيلثي لايف ستايل اللي هو الاسلوب اسلوب حياه البيشنت ده، اعمل له ايه سبورت إيه ليه واخليه يكون هيلثي، اخلي اختياراته تكون تمام، اخليه ايديوكيشن يبقى اعمل له ايديوكيشن يعني او تعليم او اساعده اند هوم ايفالويشن واعمل له تقييم كمان في البيت تو ريديوس الريسك اوف الايه اوف الانجري ان انا اقلل احتماليه ان هو يتصاب بايه باي اصابه. بعد كده يا شباب الايه الريسيبيو سوسايتي اللي هو المعامله بالمثل، معناها يا شباب في الفيوتشر اوف الانتجريتي كونسيرند ويز ابيليتي القدره تو بي ترو to one's self while respecting and supporting the value of the values يعني شباب ان الشخص يكون صادق مع نفسه ماشي عندي في الظهر اللي هو القدره على ان انا اكون صادقه مع نفسي واحترم واعمل تدعيم او دعم والقيم وراء الاخر. تمام هو ده الايه المعامله بالمثل ان انا اعامله زي ما انا عايزه اتعامل. تمام is a feature of integrity اللي هو السلامة او الconcern اللي انا حاطة في دماغي القدرة بتاعت الشخص ان هو يكون true اللي هو حقيقي مع نفسه ماشي ويحترم الايه respecting and supporting القيم والايه والviews او وجهة النظر بتاع الاخرين. تمام يبقى ده الايه الرسب اسمها ايه انا حاسه مش عارفه انطق مش عارفه في ايه بجد الريسيبر سايتي قلت ان الشخص يكون صادق مع نفسه ويقدر يحترم الاخرين ويقدر الفاليوز او الاخلاق بتاع القيم بتاعتهم والفيوز اللي هو وجهات النظر. مش هلاقي مثلا شخص اختلف معاه في وجهه النظر ده انت مش عارفه وحش وابدا لو الحاجات دي خالص. بعد كده شباب الفاليو سايتي اللي هو الصدق بيكون مينز تروس فيلنس اللي هو اند ريفيرز تو تيلينج ذا تروس ان انا اقول الحقيقه يا شباب ماشي اور اد ذا فيري ليست على الاقل يا شباب بكون نوت ميس ليدنج ما غلطش او ما اعملش تضليل يعني حتى لو مش هقول الحقيقه ما اروحش اضلل واقول لك لا واقول عكس الحقيقه اللي هو اكذب يعني بمعنى صح. البيشنتس اور زير فاميليز اللي على المريض او على اسرهم لا دايما اكون بقول الصدق معاهم والحقيقه معاهم. كمان بيقول لي ايه variety from it is the basis اللي هو الانحياز of informed consent without بدون trustfulness and in a explanation ان انا اعمل شرح of الاوبشنز الاختيارات the patient can't possibly يعني ما يقدرش ان هو ميك ذا بيست تشويس ما يقدرش يعمل ايه او ما يقدرش يختار الايه الاختيار الصح فانا لازم اكون معاه. كل واحده من دول زي ما انا قلت مهمه جدا 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 هرجعهم على السريع عشان مش هرجع المحاضره كلها طبعا مش هقدر جبت اخري بجد. فالمهم عايزين نعرف في الادفوكسي نعرف ان هي بتشير لللويالتي ماشي وان انا يكون عندي ايه ان اقدر اعمل شيمبنج للايه للنيدز بتاع الاخرين او للبيشنت ده. طبعا بعد كده الاوتونومي اعرف ان هو بيكون اندبندنت ميك اخليه ايه اندبندنت او اعرف ان الشخص ده بيكون عنده مسؤول عن نفسه او اختياراته وكده كل الحاجات دي. الاحسان ان انا بكون بين فينس ودي جايه في الامتحان على فكره ما اكونش نومو نو مالي فينس ايه ميني فينس ما اكونش نو مالي فينس مهمه جدا وجايه في الامتحان. الثقه ان انا احترم او اعمل انفيز للريسبكت للهيومن ديجنايتي. تمام بعد كده الفيدياليتي اعرف ايه عنها اعرف ان انا بعمل كيب بروميسز ان انا بعمل الوعد بتاعي فانا كده مخلصه في العمل بتاعي او بعمل الشغل الاساسي او المطلوب مني. المسؤوليه والائتمانيه ان انا اقدر اعرف او ان الايه في العمر ده بعمل دايمنشنج للهيلث كير ريسورس ان انا ببقى عارفه ان في نقص في الموارد بتاع الرعايه الصحيه طبعا ما عنديش كل الايه الماتيريالز او الحاجات اللي المفروض اديها فالموارد عندي قليله إيه ده بيكون امبورتنت ذات اول نيرسز ان كل الممرضات تكون عندها اندرستاندينج اوف ذا كوست تعرف ثمن الرعايه دي والفوائد بتاعتها
تمام، دي مهمة جدا. الجاستيس انا اعرف عنه ايه، اعرف ان انا بكون فيرنس او عادلة في موقف ما. تمام. طيب الكواليتي يا شباب بعرف عنها ان انا بعمل بريفنشن وايه او مانجمنت للكرونيك ديسيز. طيب الريسك باي الروسايتي دي المعامله بالمثل، ان انا اكون مقدره للفاليوس او الفيوز بتاعت مين، الشخص التاني. الفاريزاتي او الصدق، ان انا ما اعملش تضليل او ايه او مسليدنج او في ذا سيفنج او التضلل للبيشنت، يعني عشان اقدر اخليه يختار القرار الصح. بعد كده اخر حاجه بقى يا شباب البيشنت بيل اوف رايتس، اللي هو ايه حقوق المريض دي يا شباب، او الفاتوره بيل يعني فاتوره، او اللي هو القايمه او الحاجه بتاعت مين حقوق المريض دي. عندنا يا شباب اول حاجه البيشنت هاز ذا رايت، ليه الحق يا شباب في ان هو كونسيدريت، يعني ايه كونسيدريت؟ يعني اسمها ايه بالعربي؟ عندي ريسبكتفول كير، ان هو يبقى عنده يا شباب يقدر يعتمد او يعرف يكون عنده احترام في الرعايه. ريسبكتفول كير ان هو ياخد رعايه كويسه، يعني ده حقه. ده اول حاجه ياخد، يبقى عنده كونسيدريت او يقدر عارف يعني ان هو عنده ريسبكتفول كير، رعايه محترمه تقدم له. ذا بيشنت هاز ذا رايت، يكون عنده الحق تو اند از انكارجد، يشجع يعني تو اوبتين، عشان يحصل على اوبتين فروم ايه الفيزيشيان اند اذر دايركت ايه اند كير جيفرز. يا شباب ان هو يكون يعني متشجع ان هو يقدر يحصل على من الطبيب او الايه والدايركت كير جيفر او الكير جيفر اللي مسؤول عنه، اللي هو الشخص اللي بيكون مسؤول عنه، او الكارنت او اند ايه اندرستاندبل انفورميشن كونسيرنينج دايجنوزيس، اللي هو مثلا لو هو مش فاهم حاجه عن العلاج او التشخيص بتاعه لازم يسال ويعرف الحاجات دي، فده هو ليه الحق انه يتشجع ويطلب الحاجات دي من الدكتور او الكير جيفر المسؤول عنه. تمام. البيشنت كمان بيبقى ليه الحق انه يعمل قرار اباوت البلان بتاع الكير بتاعته، يعني مثلا لو جيت مثلا المفروض ان انا النهارده هديله دواء كذا وبكره مش عارفه انا همشي على مش عارفه هديله اي في كذا، مش الحاجات دي كلها، فانا حاطه له خطه، حاطه له كير بلان معينه، هو ليه الحق في القرار يوافق على الخطه دي او يقول لي لا انا عايز كذا او مش عايز كذا. فدي حاجه طبعا مهمه برضو. بعد كده يا شباب الايه الرقم 3، البيشنت هاز ذا رايت تو ميك ديسيجن، قلناها. رقم 4، البيشنت هاز ذا رايت، مش عارفه الواي فاي اللي حصل، يا رب ما يكونش خلص، عشان الفيديو ده لو ما خلصش يبقى الفيديو ده مش هينزل. لو هو خلص، البيشنت هاز ذا رايت، عنده القدره او الحق في ان هو هاف ان ادفانس دايركتيف، ان هو يكون عنده توجيه مسبق ماشي، ساتش از ايه ليفينج ويل، ان هو يعيش كويس، هيلث كير بروكسي اور ديورابل باور اوف ايه اوف الاترونس الاتروناي او الاتروني فور الهيلث كير. البيشنت كان يبقى عنده الرايت تو افري كونسيدريشن اوف البرايفسي، يبقى عنده الحق يا شباب ان هو ايه لكل ايه اعتبار اوف البرايفسي للخصوصيه. يبقى دلوقتي انا عارفه ان هو يبقى عارف ان هو عنده كونسيدريشن، يعني عنده وعي او عارف ان هو يبقى لازم يبقى ليه البرايفسي او الخصوصيه بتاعته. ورقم 4، ابقى عارفه ان هو ليه الحق في ان هو ياخد نظام تامين صحي يكون شامل كل حاجه. رقم 6، ان هو ابقى عارفه ان هو البيشنت ليه الحق في ان هو يعمل اكسبكت او يتوقع ذا تقول كوميونيكيشنز التواصلات اند ريكوردز بيرت تنينينج تو هيز او هير كير، يعني حاجات الخاصه بالرعايه بتاعته ويل بي تريتد از كونفيدنشال باي ذا هوسبيتال، اللي يكون يعني واثقه او موثوقه للمستشفى، يعني حاجات او ريكوردز او تقارير اللي بتكون ليا شباب تكون موثوقه من المستشفى. بعد كده يا شباب رقم 7، ابقى البيشنت لازم يبقى عارف او عنده الحق في ان هو يعمل ريفيو يراجع الريكوردز دي اصلا، لو طبعا الحاجات دي لو هو فاهم بقى، طبعا الحاجات دي ما بتحصلش عندنا في مصر عامه، هيراجع ورانا ازاي يعني، بس بجد يعني المفروض ان هو يبقى عارف ان هو ليه الحق في الحاجات دي، يراجع الريكوردز والتقارير اللي بتتكتب عن الحاله بتاعته. كمان يا شباب رقم 8، البيشنت هاز ذا رايت، بيبقى ليه الحق في ان هو يعرف اي تو كونسنت تو اور اي ديكلاين تو بارتسيبيت، عشان يشارك ان بروبوزد ريسيرش اللي هو البحث ستاديز اور هيومن اكسبيرمنتيشن، يبقى ليه الحق يا شباب في ان هو يقدر يحدد او يعمل ايه او مشاركه تو بارتسيبيت ان بروبوزد ريسيرش او في اي بحث او دراسه للهيومن اكسبيرت، يعني مثلا لو انا هاخد حاجه تخصه وهعمل عنها بحث تمام، فهو ايه يبقى ليه الحق في ان هو يشارك في الحته دي او يقول لا او ايوه والحاجات دي. تمام. طيب رقم 9 يا شباب، البيشنت
هاز ذا رايت بيكون ليه الحق في انه يعمل اكسبكت ريزونبل كونتينيوتي، اللي هو يقدر مثلا يقول ايه انا هستمر في الكير او الرعايه اللي متقدم لي ولا لا، جاهز يقول لك مثلا انا هوقف علاج لحد كده، فبرضه هو ليه الحق في انه يقول ايوه ولا، اند تو بي انفورمد باي الكير جيفرز، الحاجات اللي بتتقدم عن طريق الكير جيفر اللي هو الشخص، اصلا انتوا عارفين الكير جيفر ده اللي هو الشخص بيعمل سبورت واسيست للبيشنت نفسه. تمام، اند افيلابل البيشنت كير اوبشنز، اللي هو اي حاجه تخص الرعايه بتاعته لازم برضو يقول ايوه انا هوقف رعايه ولا لا، هكمل هوقف علاج ولا لا هكمل، الحاجات دي كلها. ذا بيشنت هاز ذا رايت تو بي انفورمد اوف الهوسبيتال ايه بوليسز، اللي هو يا شباب ان البيشنت او المريض ده بيبقى عنده الحق او ليه الحق ان هو يعرف سياسات المستشفى، اللي هو الايه الهوسبيتال بوليسز، اللي هو انتوا هتعملوا لي ايه، طيب المستشفى دي ماشيه قوانينها ازاي، الحاجات دي كلها. اند براكتسز ذات ريليت ذا بيشنت تو كير، الحاجات او المفروض ان هو ايه متعلقه برعايه الايه البيشنت برضو يبقى عارفها، العلاج اند ريسبونسبيلتي المسؤوليات دي كلها بتكون حاجات مسؤوليات المستشفى، بس هو لازم يبقى عارفها. كل دي حقوق بتقدم فعلا للبيشنت، بس في الغالب عندنا في الواقع ما بتحصلش. اتمنى يا رب اكون قدرت افيدكم، ويا رب يكون النت مخلصش، لو النت خلص فكده الفيديو مش هينزل وكل التعب ده راح على الفاضي، مش راح على الفاضي، انتوا كده هتحتاجوه في الفاينل، بس برضو مش هينزل لكم في الامتحان بقى الصبح، فانا مش عارفه اعمل ايه بجد. يا رب يكون شغال و كنش خلص، وما تنسوش اللايك يا شباب والكومنتات الجميله بتاعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.